قصص الأنبياء. بالعامية السودانية. قصة سيدنا سليمان الحكيم عليه السلام. الجزء الثالث. ازيك يا خالتي صفية؟ اهلا وسهلا. اهلا بالشباب. الحمد لله. الله يخليكم. الله يسلمكم. الحمد لله. الحمد لله. في المرة الفاتت يا جماعة قلنا انه الملك سليمان قتل اخوه ادونيا بواسطة بنايا رئيس الحرس الملكي عشان ما يتزوج واحدة من جواري ابوه ويبقى هو الملك حسب التقاليد. وبعد ذاك سليمان نادى ابياسر اللي كان واحد من الأحبار وكان من أنصار أدونيا. ولما أبياسر جاء الملك سليمان قال له: قوم أمشي لبلدك عناتوث واشتغل بمزرعك هناك. أنت كمان تستحق الموت عشان أيدت أدونيا وقفت ضدي، لكن أنا ما حقتلك للسبب ده، عشان أنت أشرفت على حمل صندوق العهد. نعم ما حقتلك في غلطك الفات، لأنك وقفت مع أبوي داود وشاركته في محنته وفي كل المشاكل اللي واجهته. الملك سليمان رفض بياسر من وظيفته، وبكده تم ما قاله الله في مدينة شيروة عن ذرية الحبر عالي الكان منا أبياسر. والخبر ده بلغ يواب قائد الجيش، ويواب مع إنه ساند الملك داود في المرة الأولى لما تمرد عليه ولده أبشلوم كان خايف، لأنه في المرة الثانية أيد أدونيا عشان كده قال في سره: كنت حاسس الملك حيقتلني، بس ما في أي طريقة لي غير أهرب للخيمة اللي فيها صندوق العهد عشان أحمي نفسي هناك. والملك سليمان عرف إنه يواب هرب للخيمة، عشان كده رسل له بنايا ابن وداع رئيس الحرس الملكي عشان يقتلوا برا الخيمة. وبنايا دخل الخيمة وقال ليواب: الملك بيأمرك تطلع برا. لا ما بطلع، انا هموت هنا. يا زول احسن ليك تطلع برا. انا هموت هنا، دي اوامر الملك، انا ما حاطلع. طيب حتشوف، حتندم على كلامك. يا مولاي بنايا واقف برا. خليه يدخل يا حارس. يا مولاي يواب رفض اوامرك وابى ما يطلع برا. طيب ارجع له هناك واقتله وامسح مني ومن بيت أبوي ذنب الدم البريء السفكه. أقتله وادفنه بعيد، المجرم ده الله حيعاقبه لأنه قتل بسيفه رجلين بريئين وأشرف منه. هم أبنير القائد العام لجيش المملكة الشمالية قبل توحيد ممالك بني إسرائيل الاثنين، وعماسة بن يثر القائد العام لجيش يهوذا. وأبوي داود ما كان عنده علم بنية يواب. دم الرجال الاثنين ديل في رقبة يواب وذريته للأبد، والله حينزل سلامه على داود وذريته وبيته وعرشه للأبد. أمرك يا مولاي. بنايا مشى ليواب وقتله، ويواب بعد موته اندفن في الأرض بتاعته في الصحراء. الملك سليمان رق بنايا وعين قائد عام للجيش، وكمان رق الحبر صادق وعمله رئيس الأحبار بدل أبياسر. بعد ذاك رسل لشمع ابن جيرة اللي كان شتم أبوه الملك داود وقال له: يا شمعي أبني لك بيت هنا في القدس وخليك قاعد في المدينة دي، ما تطلع برا منها أبدا. ويكون في علمك يومك التمر برا المدينة وتقطع وادي قدرون أنا هحكم عليك بالموت، وتكون أنت براك الجاني على نفسك. سمعا وطاعة يا مولاي، أنا قبلت أمرك وحانفزه. وشمعي قعد في القدس مدة طويلة، لكن بعد 3 سنين كان عنده عبدين هربوا منه ومشوا لأخيش ابن محكة ملك جد. شمعي سمع إنهم في جد وقام شد حماره ومشى لجد عشان يفتش عبيده هناك، ولما لقاهم ساقهم ورجع للقدس. والملك سليمان لما سمع إنه شمعي طلع من القدس ورجع تاني رسل له. ولما جاء الملك سليمان قال له: يا شمعي
أنا حذرتك وقلت لك ما تطلع من القدس وتمشي جاي ولا غادي، وقلت لك لو طلعت أنا حكم عليك بالموت، وانت وافقت وقلت سمعا وطاعة وحلفت بالله. طيب ليه حلفت بالله بالكذب وملتزمت بالتحذير الآن حذرتك ليه؟ أنا آسف يا مولاي. انت في قلبك عارف كل الشر اللي عملته لأبوي داود، ودلوقتي الله بيعاقبك على شرك ده. أنا آسف يا مولاي. أما عرش داود هيكون ثابت بعون الله للأبد، والله يبارك في خلف داود. يا بنايا أمرك مولاي. سوق المجرم ده وأمشي أقتله. لا مولاي لا يا مولاي، أرجوك أرحمني ما تقتلني. أرحمني يا مولاي أرحمني. ولكن مع كده بنايا ساك شمعي وقتله، والحكم ثبت في يد الملك سليمان بعد ما تخلص من أعدائه. الملك سليمان اتزوج بفرعون ملك مصر، وقصد بالزواج ده إنه يعمل حلف مع مصر عشان حكمه يكون مستقر، وجاب زوجته معاه وسكن في القدس القديمة لأنه لسه ما كان بنى امتداد المدينة الجديد اللي شمل فيما بعد فيه القصر بتاعه، وكمان بيت الله في الوقت داك ما كانت بنا. عشان كده الناس كانوا بيمشوا يقدموا الضحية بتاعتهم لله في محلات عبادة تانية. الملك سليمان أخلص في عبادته لله واتبع فرائده زي ما وصاه أبوه داود. الملك سليمان يا جماعة كان برضو بيقدم الضحية ويحرق البخور في محلات عبادة تانية زي ما كان الناس التانين بيعملوا. وفي مرة الملك سليمان مشي لمكان العبادة في مدينة جبعون، والمدينة دي كانت أهم محلات العبادة لأنه خيمة العبادة كانت فيها. وهناك الملك سليمان قدم لله 1000 ضحية على المنصة. بعد ذاك المولى ظهر له في حلم بالليل وقال له يا سليمان أطلب اللي أنت عايزه. والملك سليمان قال يا رب انت رحمت عبدك داود ابوي حسب عهدك له، لانه كان امين ومخلص ليك وصالح وقلبه نقي، واستمرت رحمتك دي بانك اديته ابن وهو الجالس اليوم على العرش. يا رب انت المولى الهي، اديتني الملك بعد داود ابوي وانا عبدك صغير وقليل التجربه وما عندي خبره في الحكم، خاصه وانه شعبك اللي اخترته هو شعب كبير عدده لا يحصى. يا رب رزقني الحكمة عشان أحكم شعبك بالعدل وأميز بين الخير والشر، وإلا كيف حقدر أحكم شعبك العظيم ده؟ والله فرح بطلب سيدنا سليمان وقال له مدام أنت طلبت كده وما طلبت طول العمر أو الغنى ولا طلبت هلاك أعدائك، لكن طلبت الفهم والتميز في الحكم بالعدل، أنا حستجيب لك وديك عقل حكيم يميز ما يكون في ليه مثيل عند الناس لا قبلك ولا بعدك، وكمان بديك فوق لي ده حاجات انت ما طلبتها مني وهي الغنى والكرامة، وما حيكون في مثيل لك من الملوك في عصرك، وإذا سرت في طريقي وعملت بفرائدي وكلامي زي ما سار داود أبوك أنا حديك طول العمر. سيدنا سليمان لما صحى من النوم عرف إنه كان حلمان، ورجع من جبعون للقدس ووقف قدام صندوق عهد الله، وهو عبارة عن صندوق ما كان فيه غير لوحين من الحجر كتب الله فيهم الوصايا 10. وقدام الصندوق ده سيدنا سليمان قدم عدد من الضحايا المحروقة، وهي ضحية ما للأكل لكن بتتقدم بس للكفارة وطلب الغفران. كمان قدم عدد من الضحايا للتقرب ولعلاقة طيبة مع الله، والضحية الثانية دي كان بيجوز الأكل منها، عشان كده الملك سليمان عمل من لحمها عزومة لكل رجاله. الملك سليمان كان حكيم جدا، والقصة الصغيرة الجاية دي بتوضح لنا جانب من حكمته. في مرة من المرات جول سيدنا سليمان 2 من النسوان الماء عفيفات ووقفوا قدامه، واحدة منهم قالت له أنا يا سيدي أنا والمرأة اللي قدامك دي ساكنين في بيت واحد، أنا ولدت لي ولد
وفي ثالث يوم هي برضو ولدت لها ولد، وكنا بس أنا وهي في البيت، ما في زول غيرنا. المرة دي ولدها مات بالليل لأنها نامت فوق وعصرته وكتمت نفسه. انت الولد معك وقامت في نص الليل وأنا نايمة، شالت ولدي من جنبي ورقدته جنبها، وجابت ولد الميت ورقدته قدامي. ده ولدك انت. ولما صحيت الصباح وقمت عشان أرضع ولدي لقيته ميت. لما عاينت له كويس في الضوء لقيت انه ده ما ولدي، ده ولدك انت الميت. مات ولدك انت، مات ولدك انت. يا سواني خلاص. طيب يا جماعة خلونا نقيف هنا الليلة، وفي المرة الجاية بإذن الله نواصل. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.